المنحنى الجديد ربما في التصريحات الإسرائيلية ربما حول إدارتها لما يحدث الآن واستمرار هذا القصف، وربما التصريحات التي ألقت باللوم على الجانب المصري هو أيضا يعني مؤشر جديد ربما له دلالات أو تفسيرات كثيرة. أود أن أعرف منك أو أود أن يعني أستشف منك قراءتك لها، ويأتي ذلك ربما في ضوء تقارير تشير إلى أن هناك محتجزين أمريكيين داخل الجانب الفلسطيني من رفح، تحاول الولايات المتحدة إخراجهم ولكن لم تتمكن من ذلك حتى الآن. هذه التبريرات هم الذين يسوقونها وتروج لها الإدارة الأمريكية، وهذه الرواية التي استمعنا لها، الرواية المدعاة من قبل نتنياهو منذ بدأت الحرب. وأذكر حضرتك أنه عندما اندلعت الحرب كانت حكومة الاحتلال تروع بالوصول إلى مدينة غزة وإلى مستشفى الشفاء الذي كانوا يقولوا به أنه يوجد مأقل رئيسي وحي ربما لقادة حماس وغير ذلك، وربما حتى لأسرى ورهائن، وربما قاموا بتدمير مربعات سكنية كاملة وهائلة في بداية الحرب في مخيم جباليا وفي مدينة غزة تحت طائلة هذه الحجة. واليوم أيضا هم ليسوا يتوخرون في رفح وينفذون عملية برية واسعة في رفح، على العكس هم أيضا الآن عادوا إلى مخيم جباليا، وكأن نتنياهو أعاد عداد الحرب من لحظة الصفر ومن جديد ليعيد تجديد هذه الحرب بكل أشكالها على قطاع غزة. وأما هذا ما يدعونه ومحاولة ملاومة مصر، من الذي يلوم من؟ كيف لدولة الاحتلال أن تلوم أولا دولة بحجم مصر؟ وهذا أمر بالتأكيد مرفوض، لأن مصر تعرف دورها جيدا، ومصر بالتأكيد تدافع وتذود عن حياد القضية الفلسطينية وتحمي القرار الفلسطيني وتحمي الوجود الفلسطيني وتحمي الفلسطينيين من شر هذه الحرب، وبخاصة شر الهجرة التي يسعى إليها نتنياهو منذ أن بدأت هذه الحرب، وهو ينفذ هذه العمليات والآن يقترب من الحدود المصرية الفلسطينية في خطوة منه لدفع الفلسطينيين باتجاه الهروب إلى جمهورية مصر العربية وإلى خارج حدود قطاع غزة. وهذا إن دل على شيء فأنه يدل على أنه يستخدم هذه الورقة وهذه الفزاعة حتى تتحقق أهدافهم، ويحاول أن يشير أيضا إلى مصر وغير ذلك لأيضا تنفيذ مشاريع كما كنت أقول لحضرتك، وهي خطته التي حاول أن يروجها، خطة اليوم التالي للحرب، والتي تتمثل أيضا في محاولة الالتفاف على دور مصر وعلى معبر رفح وعلى محاولة إيجاد مسارب ومنافذ أخرى لقطاع غزة تحت سيطرة الاحتلال، مثل رصيف بايدن المائي الذي أنشئ في عرض بحر غزة، وهذا أيضا خطوة أخرى من أجل الالتفاف على كل السيادة الفلسطينية وكل الدور العربي والمصري في المنطقة، والالتفاف على دور مصر الكبير والتاريخ. هذا بالتأكيد لا ينطلي على أحد ولا يهم مصر بهذه المناومة، وكما ذكرت لحضرتك هذا كله توجيه اتهامات شرقا وغربا لمحاولة تنصل نتنياهو من استحقاق وقف هذه المقتلة وهذه المذبح وهذه المجازر الكبرى، وتنصل من الضغط الدولي الذي يتعرض إليه نتنياهو، وبخاصة الضغط المصري كوسيط أيضا لإحراز هذه الهدنة. لذلك هو يريد أن يتنصل ويتملص من كل هذه الالتزامات في محاولة منه لاستمرار هذه الحرب.